جماعة، الناس اللي من نوعية جوزة ولا غانم السابق اللي تطلع في وقت الخصام تتكلم الكلام ظاهريا كده حلو قوي، لكن في النص يقول لك ايه، يعني عارفين السم في العسل، هو اولادها لاولادها دول ولادي، بس هم اي نعم بيضربوا مخدرات في اخر فترة، بس يعني احنا كانت هي مش مشكلة، يعني منغص عليها عشتها في الاخر. اولها دي جميلة، ده انا بحبها قوي، بس هي مشكلتها ما تتعشرش، طبعها قاسي قوي، صعبة، عصبية على طول. أمها مالية دماغ، أمها دي وحشة، دي ما بتحبنيش، دي كسرت لي ضلوعي، أعاني. في الآخر تطلع علا هي اللي في المستشفى، ضلوعها مكسورة، عندها ارتجاج في المخ، كل ده وهو كان طالع بيقول إن هم اللي ضربوه، هو يعني طيب وبهرها بالفلوس. هي علا غانم كانت محتاجة فلوسك؟ دي كانت في عزها وقت ما اتجوزته. يعني الناس دي يا جماعة اللي تيجي تحكي لك أنت تحديدا عشان هي بترتاح لك، الناس دي اقفشوها، ما تسيبوهاش تتكلم معاكم انتوا بالطريقة دي على اي حد، لان ده معناه الناس دي سهلة، يعني هناخدها في صفنا.